ما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية ووصلنا للمساحة التربوية الاجتماعية، ورح نحكي اليوم عن طيف التوحد، هي الحالة والظاهرة يا ليلى جدا منتشرة. من زمان كنا ما كثير كنا نسمع فيها، ما كان في كثير إضاءة عليها، كانت هلا صارت أكثر، ولكن كانت خلينا نقول مجتمعيا مخفي. اليوم عم نحكي عن ظاهرة عم ترتبط بالنمو الدماغي عند الشخص، وقت بيصير هذا الاضطراب عنده فهو اليوم بيروح لحالة انه هو عدم قدرة الفهم الشيء اللي عم يصير حواليه، التواصل بيأثر على تواصله مع الأشخاص، لغته، مستوى الفهم عنده، وكثير من الأعراض. اليوم شو هي الأسباب اللي ممكن يخلق الطفل فيه معه طيف توحد، وشو هي أعراضه اللي بترافقه، وهل يمكن اليوم العلاج يكون هو شفاء أخير؟ أكيد لا، حالات كثير أثبتت أنه نحن اليوم ما لنا رايحين للشفاء، ولكن التخفيف لنساعد هذا الطفل ليقدر يتجاوز مراحل حياته بالأمان اللي هو رب العالمين بعته لأن فيها. نحن اليوم أمام مسؤولية كتير كبيرة، خلينا نشوف شو هذا الطيف التوحد وأهم الأسباب وكيف نحن قادرين نتعامل مع هذا الطفل. أكيد استفسارات جدا مهمة حتعرفنا عنا. ضيفتنا لليوم وهي الدكتورة خنساء البدوي، أخصائية نطق ولغة. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما بنعرف طفل التوحد اليوم بده عنايه خاصه، يعني من الاهل، من البيئه المحيطه، حتى من المدرسه. بدايه خلينا نعرف شو هو التوحد. لا اكيد التوحد هو اضطراب نمائي بيحدث عند الطفل بمراحل مبكره، طفوله المبكره من العمر. هذا الاضطراب بياثر على مرحله التواصل الفعال عند الطفل، ممكن ما يشوف عنده تواصل سمعي، تواصل بصري، قدره على التواصل الاجتماعي السليم. طيب وقت بعد ما عرفنا بشكل طبي، اليوم خلينا نحكي عن العمر اللي ممكن نحن نكتشف انه هذا الطفل عنده مشكلة وهي التوحد، يعني واعراضه. اليوم نحن بنلاحظ على الطفل بعض النقاط، وخاصة هلأ إعلامياً كتير عم يتضوى على هاي القصة، فصار في ثقافة بهاي القصة كتير. هلأ الواضح سابقاً كان بالدراسات القديمة إنه نحنا بس يصير عنا طفل توحد ما نقدر نعرف المفهوم تبع التوحد أو ندرج المفاهيم تبعه. يعني سابقاً وقت كان يكون بالعائلة أو يجي لعند طبيب طفل اضطراب طيف توحد، ما دغري شخص ويقول هذا طفل اضطراب طيف توحد، كان ياخد الهدوء بالتشخيص. حاليا نحن خليني أقول ب 18 شهر، وقت اللي بصير عمر الطفل 18 شهر بتبلش تظهر هي الأمور عنده بشكل واضح، يعني الحركات، طبيعة التواصل، التواصل البصري بصير بتظهر عند الطفل. بالمراحل الحديثة نحن صرنا نقدر نشوف هذا الشيء بالمراحل المبكرة، يعني الطفولة المبكرة وقت الولد عم يولد. اليوم الطفل بيولد ممكن لاحظ عنده انه ما في تواصل مباشر، بمرحله الرضاعه ممكن ما شوف تواصل عند الطفل. في اشخاص كثير بتقول لك انا بعشر شهور، بعمر العشر شهور عرفت انه الطفل هو مصاب باضطراب طيف التوحد. طبعا هذا الشيء يعني غير مدرج، لانه نحن بنعطي وقت للآلية او بنحاول نعطيه للطفل فرصه، بنحاول نعطي الطفل قدره انه لنشوف يا ترى هو عنده مشاكل بالتواصل السمعي، القدره السمعيه عنده غير سليمه، بعدين بتتجه للنظر عنده هو سليم 100% لحتى اعرف انا هو الطفل عن جد مصاب باضطراب او هو عنده مشاكل مثلا سمعيه ما عم تتيح له يقدر يتواصل. هلا نحن اذا بدنا نحكي عن العمر او ايمتى بيظهر، قلت انه هو ب 18 شهر. غالبا نحن بنبلش بنشوفه من عمر السنتين وست شهور للثلاث سنين بشكل مكثف. اليوم في اطفال كثير بتقول لك انه انا طفلي خلق ما عم يحكي او ما عنده قدره على الكلام، هذا خليني اقول اللي بيكون الجين التوحد ظهر عنده بشكل فطري، يعني من لما انخلق لحد ما كبر صار عمره ثلاث سنين بلش يصير واضح بالحركات، بالسلوكيات، عدم قدرته على التواصل البصري، عدم قدرته على التواصل الكلامي أو السمعي. بنروح لأطفال هي عندها القدرة على الكلام، يعني بتكون عم تحكي، عم تتواصل، بتركض، بتلعب، بتحكي مع أهلها. في مثلا عم تروح على الروضة بفترة خليني أقول لسنتين ونص، أو عم ينبعت على الفئات التعليمية البسيطة لإله، عم يروح على نادي مع ماما، عم يطلع مثلا مع أبوه، فجأة أصيب بنكسة التوحد خليني أقول، أو ما عاد قدر يتواصل. هون بنقول الطفل عنده صار التوحد، نحن اللي بنقوله أنه صار عنده المشكلة
المشكله هي الطفره اللي بتجي مفاجئه للطفل. فهون بنقول انه هذا الطفل الملاحقه المباشره له ممكن تفيد. اما الترك او الرك انه طبعا انه بلكي هو متوحد او هو اصيب فجاه بشيء نفسي، هون العلاج نحن بنقول دائما انه انا مباشره الحقه بطبيب لاعرف شو المشكله او شو صار مع الطفل. قبل ما نفوت دكتوره بمراحل العلاج، خلينا نحكي عن الاسباب والعوامل الاساسيه اليوم اللي بتؤدي للتوحد. لا طبعا الى الان السبب الرئيسي والاساسي غير مكتشف الى الان، رغم الدراسات العديده اللي صارت مطروحه، رغم انه نحن كتار الدكاتره اللي عم تحاول تطري على هذا الموضوع اصناف جديده، الا انه الى الان السبب الرئيسي والمحكي وراء التوحد غير واضح. ولكن نحن في امور بتعذي او ممكن نشوفها هي سبب للتوحد. خليني اقول بالمرحله الاولى هي العمر تبع الاهل. اليوم نحن بنقول انه الاطفال يلي بيكون عندهم توحد اعمار الاباء بتكون فوق الـ40، يعني الاباء الازواج قصد انه الزوج طبعا بيكون هون 6 أضعاف معرض الطفل على انه يكون هو طفل توحد عن طفل طبيعي عادي. ممكن كمان نقول انه في اهالي مثلا بعمر صغير ابنهم انه لا مو بالضروره انه انا مثلا ابني توحد انا عمري 26 ابوه عمره 30، هي نحن بنقول السويه الغير مرتكزه، يعني ممكن يكون هون عندي عامل عائلي. النقطه الثانيه هي سبب الوراثي اللي بيلعب دور. اليوم اكيد وقت اللي بيكون عندي حدا بالعائله مصاب بالتوحد فانا عندي قدره انه انا يصير عندي طفل ثاني توحد بالعائلة. ممكن يكون بشريط المنزل ذاته، يعني الولد انه انا توحد ممكن بعد ولدين ثلاثة يولد له اخ توحد او ممكن ضمن العائلة تقول. ايه طبعا اكيد. العامل الثالث اللي بنشوفه العامل البيئي اللي عم يلعب دور. اليوم اطفالنا اغلبها هي على الموبايلات، خليني اقول هدول الاطفال اللي صرنا نسميهم بالوضع الحالي طفل الشاشة، يلي ما عم يلاقي مين يتواصل معه، يلي ما عم يقدر يحكي مع حدا، يلي 24 ساعة هو على الموبايل. يعني عاد تغيب الام، تغيب الاب، عدم وجود طفل اخر بالمنزل، عدم قدره الطفل على التواصل المجتمعي، انه انا ما عم بطلع طول النهار على الايباد او الموبايل او جهاز الكمبيوتر، فهذا الشيء بيساعد على انه الطفل يصاب بشيء اسمه طيف توحد. يعني الاسباب خليني اقول المجتمعيه الحتميه اللي نحن عم نشوفها. طيب دكتوره، دائما بيكون العرض الاول اللي بتستندوا عليه كاخصائيين هو تاخر او اضطرابات بالكلام، مع انه نحن بنعرف من خلالكم انه ايضا في حالات كثير اليوم ممكن يكون فيها هذا العرض انه الطفل يتاخر بالنطق. اليوم ليش مستندين على هذا العرض وكيف قدراني انتم تميزوا انه اذا كانت حاله توحد او لا؟ هلا مجرد ما انا اجاني طفل من بالمرحله الاولى رشاب شوف التواصل البصري تبعه. اليوم اول نقطه انا ممكن لاحظها على طفل التوحد انه هو ما عنده تواصل بصري. يعني اليوم انا اذا بدي اقول له كيفك مثلا، خلينا نفرض افتراض انه انا اذا بدي اقول له كيفك يا مجد، فهو مجد مو معي كليا، يعني هو ما عم يتطلع علي، ماله ملتفت حتى لاسمه. فهي انت وقت اللي بتناديه باسمه ما عم يلتفت للاسم ذاته، بتقولي لي انه انا يعني هو من المفروض كطفل يعرف اسمه، اذا ناديتي له فورا يلتفت لك او يعطيكي اشاره انه انا واضح الكلام لي. ممكن يستخدم مع الام اسلوب الاشاره تبع انه انا اذا بدي شيء ما اطلبه كطفل، اخذ ايد الام ووصلها للشيء اللي انا بدي اياه واستناها او اعمل حركات نوعيه انه انا بدي هذا الشيء، فهي الام تلتفت لهذا الطلب. ممكن نشوف الطفل اللي من الاطفال التوحد مو بس مبدا انه انا عندي تاخر كلام، لا انا ببتر الكلام كليا احيانا عند اطفال التوحد، بلاقي انه هو صعب انه يستخدم اللغه والكلام. هلا كثير نحن بننوه على انه اطفال التوحد هن كلهم ناطقين، ولكن الحتميه بتقوم بهذا المعيار بانه 80% ناطق ويستخدم الكلام من اطفال التوحد، 20% غير ناطق، ولكن غير ناطق مو لانه انا ما بدي انطق، لا هو عباره عن كسل عن طفل التوحد، بنلاقيه كسول فهو ما مضطر يستخدم الكلام، بستخدم الاشاره مثل ما حكيت انه اخذ الشخص الاماكن اللي انا بدي اياها، ممكن استخدم الاشاره على الشيء ذاته انه انا اذا بدي سياره اشر عليها. الحركات النمطيه اللي بنشوفها استاذه رشا مثل الدوران بشكل يعني تعاقبي، مثل حركه دوران الساعه، الالتفات للعجلات، يعني بتلاقي الولد بالشارع وقف عم بيطلع على دولاب السياره، حركه المروحه صوت العصفور تماما يعني. حتى اصدار الاصوات بطريقه رنينيه. اليوم طفل التوحد ممكن يصدر اصوات غير مشابهه لطفل بعمره، يعني ممكن تلاقيه عم يطلع نغمه الصوت بنغمه عن جد زقزقه،
ممكن تشوفي انه عم يستخدم اللغه الكرتونيه اللي هي بنشوفها كثير عند اطفال الاسبرجر او اطفال اللي عندهم خليني اقول ابداع او نوع من الابداع من اطفال التوحد، بلاقيه بيستخدم اللغه الكرتونيه. هلا في معيار خاطئ بنشوفه انه عم يستخدم اللغه الفصحى، لا هذا شيء خاطئ، هو ما عم يستخدم اللغه الفصحى انما لغه الكرتون اللي اعتاد انه يسمع. تمام. طب دكتورة خلينا نتوسع شوي ونحكي عن مراحل العلاج، بداية يمكن من المنزل ببلش العلاج، وكيف ممكن المدة اللي ممكن يكون فيها العلاج، وهل في أطفال فعلا بيشفوا من هذا التوحد؟ هلا مجرد أنا ما شخصت الطفل ليلى بلاحظ انه انا ما بعد التشخيص او ما بعد التقييم او ما بعد اخذ استماره الطفل في عندي شيء مرحلي متتابع. النقطه الاولى انه انا الطفل يا ترى انه هو بحاجه علاج دوائي، يعني انا كطبيب خليني افترض بعته لعند طبيب عصبيه، الطبيب العصبي يا ترى شخص انه هذا الطفل بحاجه مثلا لريسباردين او اي نوع من انواع الادويه العصبيه اللي تساعد على تهدئه الطفل. ونحن ما ننسى انه في انواع لاضطراب طيف التوحد، في عندي التوحد الشديد، في عندي كلاسيكي، في عندي الاسبرجر، في عندي النمطي العادي، يعني هن انواع، خليني اقول انواع حالات وحالات، يعني في حالات شديده جدا، في حالات عاديه خليني اقول. فالعلاج بالمرحله الاولى بيكون هو عباره عن تقييم الطفل فيما بعد انه يا ترى هو الطفل بحاجه لعلاج سلوكي. المرحله الاولى بانه يكون الضبط السلوكي، قدره الطفل على ضبطه مثلا بكرسي، على انه ياكل لحاله، على انه يشرب لحاله دون مساعده الطرف الاخر، على انه يفوت حمام لحاله. النمط الثاني بروح فيه انا خليني اقول المتابعه تبع المؤسسات او الجمعيات اللي خاصه برعايه هي الاطفال. اليوم انا ما فيني اقول طفل التوحد هو موضوع بمدرسة، لأنه أنا هون بكون عم بظلم الطفل ذاته، عم بظلم أقران لإله. يعني أنا اليوم طفل طبيعي حطه مع طفل توحد، الطفل المتوحد ما رح يقلد الطبيعي، إنما الطبيعي رح يقلد المتوحد. هذا اللي نحن بيقولوا أنه نحن نسعى تعميم ثقافة بالمدارس. نحن للأسف في تشخيصات خاطئة بتصير تبع أنه أنا بدي أدمج هاي الأطفال بالمجتمع مو بالمدرسة، أنا بالمجتمع لازم أدمج أطفال طيف التوحد لحتى يمارس الحياة بشكل طبيعي، إنما بالمدرسة بكون عم بظلم طفل طبيعي لحتى يصير يستخدم أنماط وحركات غير طبيعية غير مألوفة. اليوم أول حركة بيستخدمها الطفل الطبيعي، اليوم بنتك رشا إذا بدها تقلدك بشي بتلاحظي إنه هي بتحاول تمشي مشيتك، بتقلدك بلبسك، بحركة شعرك، حتى ممكن تستخدم المكياج أو مثلا الحركات تماما، أو كيف ماما بتلبس، كيف بتزبط البلوز تبعها. بنلاحظ الصبي برضه نفس الشيء، انا عم بحكي هون عن نمط طبيعي، بينما طفل التوحد هو غير مقلد بشكل طبيعي للشخص الاخر، فبتلاقيه لا بيستخدم الانماط اللي هو ثبت فيها او خلقت معه، هي الانماط هو اللي بيستخدمها هي معديه للطرف الطبيعي، فهذا الخطا اللي نحن عم نستخدمه انه انا دمج مدرسي مع هدول الاطفال، لا دمج مجتمعي سليم. اي صح اكيد 100% تهيئه، خلي تكون هذا الدمج المجتمعي هي تهيئه فيما بعد، يعني فيما بعد بيروح الطفل لمرحله انه انا الحقه بالشيء الاكاديمي المناسب لقدراته. يعني اكيد بتقولي لي انه طفل التوحد قادر على القراءه، طبعا اطفال التوحد وانا في يعني اعداد كبيره ممكن الحظك فيها او اوضح لك فيها امور انه هو عن جد قادر على انه يقرا، قادر يستخدم الاسلوب الذكاء المرن بالاشياء، بتلاقيه عنده قدره هائله على استخدام الاشياء الدقيقه والبسيطه والابداع فيها. انما تحطيه قدام شخص يتواصل معه بشكل سليم تقولي له مرحبا يقول لك اهلين، لا كتير صعب بيكون عليه. طبعا هذا بيكون عبر مراحل متسلسلة معهم. طبعا أكيد هي البيئة الحاضنة للطفل هي العمر محدد اللي هو 15 سنة، بس نشوف بلوغ عند أطفال التوحد شوي هم بتبلش القدرات تنزاح أو بتنزل شوي شوي أو تتراجع شوي شوي عنده، فما عاد فيني أنا أضبطه هون بشيء مسمى مجتمعي تعليمي أو مؤسساتي، لا هون بروح لشيء التقليدي تبع أنه أنا أضيف له مهارة حياتية. مثل ما قلنا هن بيبدعوا بشغلات كتير دقيقة وبسيطة، فممكن علمه شيء حرفي يساعده بالحياة. طيب اليوم وقت عم نحكي عن هذا الطفل، اليوم نحن ايضا عم نحكي عن طفل من خلال تجاربك بتعرفي انه هو مبدع ببعض النقاط، بتحسي انه هو عن جد رب العالمين اخذ ولكن اعطى تمام. يعني بتحسي عنده ابداع بشيء، وشفنا نماذج كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني من خلال تجربتك ومن خلال تعاملك مع هدول الاطفال شو هي اكثر شيء بيلفت مو نظرهم ابداعهم، يعني بخلي هذا الابداع يطلع عندهم زياده؟
هلا نحن بنقول دائما اكيد في ادوات واليات تستخدم معهم بتعليمهم واضافه المهارات لهم تختلف عن الطفل العادي. اليوم الطفل العادي ممكن يشوف لعبه سياره او كذا وجهاز تحكم تلفت انتباهه، بينما اطفال التوحد الاشياء اللي تلفت انتباههم تبع انه انا ركب المكعبات الاشياء الدقيقه جدا، الاشياء اللي بتلاحظيها انه انت الذرات البسيطه يلي بتكون مجسمات كبيره، الحبيبات اللي بتكون مجسمات تماما، حتى قادر انه الورقه اللي بتجي مع اللعبه او المجسم الادائي قادر ينسق لك اياها بذات التنسيق، يعني بذات القدره حتى. فبنشوفه هو عنده الابداع هذا من البسيط جدا للمعقد. صح تمام. اذا بدنا نرجع ونركز، لانه الركيزه الاساسيه اليوم الاهل بالبيت كيف التعامل، لكن كثير من الاهالي بيملوا او بيتجروا وقت اللي بتكون مرحله العلاج طويله او بيخافوا انه ممكن ما يشفى او يتحسن. هل اليوم طريقه تعامل الاهل انه عاملوا الطفل التوحد مثل الطفل الطبيعي واقنعوا حالهم انه، هل هذا الشيء صحيح؟ هلا على الرغم من انه الشفاء من التوحد خليني اقول هو شيء يعني اكيد هو بقدره رب العالمين اكيد، ولكن هو الشيء يلي انه الى الان نحن ما وصلنا له، يعني نحن ما وصلنا لمرحله شفنا طفل توحد رجع انسان طبيعي عادي، يعني انما العلاج بوقت مبكر او الاخذ بعين الاعتبار والحيطه انه انا هذا الطفل اقدم له رعايه، مجرد ما انا عرفت انه هو عنده توحد أنا فورا بلشت اقدم الرعايه الخاصه له. هون بلاحظ انه انا شوي خف يعني الوضع عنده او قلل من التطورات الحاده تبع انه انا ما اتواصل ابدا، ما احكي ابدا، ما استخدم المنظومه الاجتماعيه بشكل مطلق، لا شوي بلاحظ انه انا اذا قدمته للعلاج بشكل مبكر لا هو بلش يكون مرن اكثر، بلش يتعاون بالمجتمع بشكل اكبر، حتى هو بجوز بتصالح اكثر مع طبعا حالته. اكيد هلا في شويه دراسات يمكن تعمل جدل هاي القصه انه اطفال التوحد بعد ما يكبروا يصيروا بعمر مهيأ، هل في حالات يعني انه تكون تعيش تجربه الزواج؟ لا هي بترجع على طبيعه رعايه الاهل. هون رشا اليوم في اطفال كثير اهلهم الطفل بيكون من متلازمه داون، فالاهل بيسعوا لانه عن جد هذا الطفل انه بس يكبر انا زوجه يصير له طفل منه او يساعده. ولاحظنا انه ظهرت ظاهره بحمص انه هو الطبيب دكتور ابوه من متلازمه داون والام نقص اكسجين كانت، فيعني هي البيئه انه تبع الطفل انت كاهل شو ممكن تقدمي له. هلا نحن بنقول في اهالي كثير لا بتفضل انه هذا الطفل يبقى انطوائي، يبقى بالحياه الانعزاليه تبعه انه انا اعزله عن المجتمع عن الحياه ما اقدم له هي الرعايه، ولكن هون بيرجع اكيد رشا للاهل شو ممكن يقدموا للطفل او لهذا الشخص من التوحد. بنرجع دائما بنقول للاهل هنن الحجر الاساس بتعامل مع اي حاله بمرق فيها اطفالنا، ان شاء الله هيك ما نشوف اطفال الا سعداء وسليمين. حرب. شكرا لك دكتوره ولحضورك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وعلى المعلومات اللي قدمتيها. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب.